استمرارا للجهود الأمنية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والاستيلاء على المال العام والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا بالقاهرة والإسماعيلية وجنوب سيناء لقيامهم بغسل 90 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وعقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وعلى صعيد التصدي لجرائم الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية يتزعمه أحد الأشخاص لقيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك باستبدالها بالجنيه المصري من البنوك، كما يقوم ببيع العملة الأجنبية لراغب الحصول عليها بسعر السوق السوداء. وبلغ حجم تعاملاته طبقا للفحص المستندي 16 مليون و500 ألف جنيه. كما نجحت الإدارة في ضبط 5 تشكيلات عصابية بأسيوط والغربية والقاهرة والمنيا وسوهاج لقيام عناصر تلك التشكيلات بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالجنيه المصري مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندي 12 مليون و390 ألف جنيه. وتمكنت الإدارة وفي مجال التصدي لجرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام من ضبط موظف بإحدى الجهات التابعة لمديرية الزراعة بسوهاج استغل موقعه الوظيفي واستولى على 20 طن من الأسمدة الزراعية كانت بعهدته وقام ببيعها لحسابه الشخصي. وفي مجال التصدي لجرائم النصب على المواطنين، نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابي يتزعمه شخصان يحملان جنسية إحدى الدول تخصص في إهام المواطنين بقدرتهما على تحويل الأوراق إلى عملات حقيقية، وتم ضبط بحوزتهما خزينة حديدية وأوراق خضراء وسوداء وبيضاء وعملات مقلدة تستخدم في نشاطهم الإجرامي. قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لقطاع الأحوال المدنية عن طريق إهام ضحاياهم بقدرتهم على استخراج بطاقات الرقم القومي ببيانات معينة خلافا للحقيقة من خلال قيامهم بتزوير تلك البطاقات. ونجحت في ضبط المواد والأدوات المستخدمة في التزوير إضافة إلى أختام وأكلاشيهات مقلدة.